حين تعزف الأوجاع لحن الألم، فربما السيمفونية تبكي الجمهور المتلقي، لكن الأمر اختلف بالنسبة لريهام التي استمدت من عوقها قوة وإرادة كي تثبت وجودها وابتسامتها هي سر تمسكها بالحياة. كرسيها المتحرك وعوقها لم يمنعها من التحدي لمختلف المصاعب كي تكمل دراستها وبتفوق لتكون المحطة الأخيرة في كلية الصيدلة في جامعة القادسية التي تخرجت منها، وبأكاديمية أهلتها في قادم الأيام أن تواصل طلب العلم وتقوم بفتح صيدلية تمارس فيها العمل الميداني بلهفة وشغف كبير. يعني في فترة الإعدادية يعني كانت مو هالقد أكو صعوبات، لأن كانت المدرسة قريبة من بيتنا وكان أروح وأرجع، بس بالكلية يعني صعوبات هواي، وخاصة أنه أنا قسم داخلي ومعتمد على نفسي كليا، يعني أروح وأرجع. بالنسبة للدراسة أنه كلية الصيدلة يعني صعبة، وثانيا أنه المشكلة والمعضلة اللي واجهتنا بالصيدلة أنه المختبرات كانت فوق، فأغلب الوقت كان المصعد عاطل، فهاي يعني أكثر مشكلة، أنه هواي محاضرات أحاول أنه أعوض وكوزات صفر، فهاي يعني تخطيت هاي الصعوبات الحمد لله. طموحات كبيرة تراودها كي تنجزها في المستقبل، ورسالة التحدي ورفض الاستسلام أهم ما أرادت أن توصله لمن يراوح في مكانه ويرفع الراية البيضاء للقدر. من كنت طفلة أنا عندي هذا الإصرار أنه أوصل كلية الصيدلة اللي أنا كنت أريدها. الحمد لله يعني من الطفولة هو أنه أنا مصرة أنه أدخل هاي الكلية. يتحدون كل شيء، انه ما يقولون انه اكو فشي صعب، بالعكس يعني اي عائق يواجههم يقولون احنا ارادتنا اكبر من عدد، وان شاء الله نتحدى ونتغلب عليه. مساعدة مستمرة وتحفيز وتشجيع من جميع المقربين، وبدءا من الابوين الذين كانوا بمثابة السند والظهير القوي لها. من كانت يعني صغيرة هي عندها طموح، اي، ويعني دراستها هي متفوقة بالدراسة وصارت في الكلية، وأنا أخذها وأرجعها يعني، وأخوانها صغار بالعمر يعني مو مال المسؤولية، وهاي بعدهم صغار، وأنا ابن عمها أخذها وأرجعها، وهسه بالصيدلية هم أنا قاعد يوميا أخذها للصيدلية وبالليل أرجعها، وإن شاء الله مستمرين وياها، ما أتركها لأن هي عندها طموح كبير. بابا وماما ساعدوني، وخاصة ماما يعني ساعدتني إنه علمتني هواي أشياء، إنه أعتمد على نفسي، وهماتين بابا وولد عمي هماتين ساعدوني. قصة الإصرار والتحدي التي جسدت دور البطولة فيها ريهام ولدت من ناحية غماسة، أحدى نواحي الديوانية التي كانت شاهدا على فخرهم بابنتهم المجتهدة قبل أن تكون معاقة. لبرنامج صباح سامراء، محمد المختار، الديوانية.